السايس يعني حاجة المنتخب لقائد ألزمته بإشراك الرقراقي. يعني هو اليوم حقيقة تخسر تبديل أول يعني 20 هو دقيقة. هو الرقراقي اليوم أكثر من لاعب أشرك، يعني أعتقد أنه اليوم حتى لو شوف شكل الفريق نعم الآن يوحي لك أنه مدافع بحت أكثر من ما كان ما شاهدناه المباراة السابقة مع إسبانيا والبرتغال. إغراق بالدفاع. إغراق بالدفاع، وبحكم أنا أعتقد هو هذا يعني من الطبيعي، يعني من الطبيعي أنه أمام منتخب فرنسا أمام القوة الضاربة مبابي مبابي ديمبلي قوة ضاربة، لذلك هو عزز الحالة. لكن أنا هنا المشكلة أنه هو رجع على اللاعبين اللي بدأ بيهم في المباريات الأولى. نعم. اللي هم يعني في مباراة المجموعة المجاميع اللي كان هو متفوق بها، يعني كنا شاهدنا خلال مباراة البرتغال وإسبانيا كان التك مدافع اللي أسار عطية الله كان لاعبين مميزين اللي فرض حضوره بقوة. نعم. من اللاعبين اللي يدافع ويهاجم يشوف الحالات الهجومية. اليوم رجع على اللاعب رقم 3 المزراوي شاهدنا أيضا إصابة سايس، يعني كانت مشاركته مغامرة مثل ما قلت، ممكن هو حساباته يحتاج قائد داخل المباراة. نعم. وأنا أعتقد هذا الموضوع وجود لاعبين مثل زياش بحكم حكيمي سفيان اللاعبين أيضا عندهم القدرة، دول اللاعبين الكابتن البديل، دول عندهم القدرة على أنهم يقودون. إكراد بالإضافة لإكراد اللاعب اللي يصيب أكثر يمكن مباراتين ما أشرك اليوم شاهدناه لاعب أساسي. أعتقد هذه وأدركها، يعني أدرك هذا الخلل بالدقيقة 20 الرقراقي. نعم. لذلك أجرى تغيير بالدقيقة 20، يعني الدقيقة 20 أجرى تغيير لملم الوضع، عرف أنه الوضع مو صح، أصبح الدلال خلخل الوضع الدفاعي عنده، لذلك هو أجرى تغيير بالدقيقة 20. وأعتقد وراها قدر المنتخب المغرب أنه يعيد وضع نوعا ما. نعم. وقدر بالدقيقة عزياش أنه يوصل وشوت أعتقد بالدقيقة 9 يعني استعادوا أضعاف أفضل ما شاهدنا بداية المباراة.